حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقائي المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نضيء في حلقتنا اليوم على زيارة وفد لبناني من وزارة الشباب والرياضة العاصمتين الروسيتين موسكو وسان بطرسبرغ ولقاءاته بالجالية اللبنانية في روسيا. وفي فقرتنا الفنية نتعرف إلى أحدى فرق الغناء الشعبي الروسي، وهي فرقة مترو فانوفا التي بدأت مسيرتها الفنية في تسعينات القرن الماضي، مخصصين أغنية الحلقة لها. لكن قبل ذلك نتوقف مع الفقرة الثقافية، حيث نضيء على الكاتب العربي الكبير ميخائيل نعيمي خلال الشهر الحالي، وذلك لمناسبة الذكرى 24 بعد 100 على ولادته. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. نتوقف في سيرة الكاتب الكبير ميخائيل نعيمي على علاقته بجمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي، قبل أن نضيء في الحلقات المقبلة على الأثر الروسي في أدب نعيمي. وتعود علاقة الجمعية بالكاتب نعيمي رسميا إلى بداية تأسيسها، على الرغم من أن بعض الخريجين كأفراد كانت قد ربطتهم علاقات بنعيمي قبل التأسيس. وقد زار وفد من الجمعية نعيمي بعيد التأسيس في شباط من العام 1970، وفي العام التالي دعت الجمعية إلى لقاء مع نعيمي في مركزها في 7 أيار عام 1971، وورد خبر اللقاء في صحيفة النداء في 11 أيار على الشكل التالي. أجرى الأديب الكبير ميخائيل نعيمي في مركز الجمعية لقاء مع المتخرجين، تحدث فيه عن ذكرياته في روسيا أثناء متابعته دراسته هناك من العام 1906 إلى العام 1911. وقد استهل اللقاء رئيس الجمعية محمد الزعرت بكلمة رحب فيها بالضيف الكبير ووفد الأدباء السوفيات الذي حضر اللقاء، والمؤلف أناتولي سيفرانوف وأوليك أكسيبكوف وأولغاز سليمانوف. وقد نوه رئيس الجمعية بالعلاقات الثقافية المتزايدة النمو بين أدباء لبنان وأدباء الاتحاد السوفيتي، هذا وقد حضر اللقاء عدد كبير من الكتاب والأدباء اللبنانيين إلى جانب الطلاب والمثقفين. وقد تحدث الأديب ميخائيل نعيمي طويلا عن ذكرياته منذ إنهاء دراسته الابتدائية في بسكنتا حتى إلحاقه بدار المعلمين في الناصرة في فلسطين، ومن ثم التحاقه بأحد السيمينارات الروحية في روسيا، وكيف قضى 4 سنوات هناك من عمره، حيث طرد في النهاية بالرغم من تفوقه، وذلك لقيامه بنشاط معاد للإدارة. ثم ألقى قصيدة بالروسية، هي قصيدة النهر المتجمد، فلاقت استحسانا من الكتاب السوفيات ومن الخريجين. ثم تلا فصلا من كتابه أبعد من موسكو من واشنطن، فلاقى أيضا استحسانا كبيرا. وفي نهاية اللقاء تحدث الكاتب والشاعر السوفيتي المعروف سيفرنوف، رئيس تحرير مجلة أغيونيوك والتي تطبع 7 ملايين نسخة في الأسبوع، عن مهمة الوفد في لبنان. كما أشاد باللقاءات والعلاقات الطيبة بين الكتاب اللبنانيين والسوفيات، وتحدث عن حركة الترجمة الواسعة في بلاده التي تهتف إلى نقل الأدب العربي إلى اللغة الروسية. كما أشاد سيفرنوف بازدياد دور الخريجين اللبنانيين الذين أنهوا دراستهم في معاهد الاتحاد السوفيتي في تقوية وتمتين العلاقات الثقافية بين لبنان والاتحاد السوفيتي. وشكر جمعية الخريجين التي أتاحت لهم فرصة اللقاء مع الأدباء اللبنانيين ومع الأديب الكبير ميخائيل نعيمي. كان ذلك في 7 أيار من العام 1971، واستمرت علاقة جمعية الخريجين بميخائيل نعيمي حتى وفاته. Кончился денек, и ко мне на огонек собрались, как водится, друзья. Сели дружно в уголок, где в камине уголек, где о том о сём, спрошу их я. Как живете, можете, с кем вы годы множите, сколько жито стерли в порошок. Пусть не все как дважды два, только
вечерлёг, а в камине уголёк весело потрескивал огнём. Уголёк сильней трещи, чтоб друзья, товарищи чаще вспоминали бы о нём. Как живёте, можете, с кем вы годы множите, сколько жито стёрли порошок. Пусть не всё как дважды два, только мы желаем вам, чтоб у вас всё было хорошо. Нашей дружбы верный огонек. Будет он гореть всегда, и друзей через года я опять спрошу под вечерок. Как живете, можете, с кем вы годы множите, сколько жито стерли порошок. Пусть не все как дважды два, только мы желаем вам, чтоб у вас все было. أصدقائي، زار وفد لبناني ترأسه المدير العام لوزارة الشباب والرياضة الأستاذ زيد خيامي روسيا، وجال في العاصمتين الروسيتين موسكو وسان بطرسبرغ. وقد أجرت الزميلة كارولين بزي مقابلة مع خيامي فور عودته إلى بيروت، وضمنتها في التقرير التالي. في إطار المؤتمرات التي تعنى بالشباب، عقد مؤتمر يضم مجلس وزراء الشباب والرياضة الأوروبيين ومندوبين المنظمات الدولية والإقليمية في روسيا الاتحادية. ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الشباب على مستوى العمالة والبطالة والإدمان، وكانت للبنان مشاركة فعالة في المؤتمر من خلال مدير عام وزارة الشباب والرياضة الأستاذ زيد خيامي، الذي مثل لبنان في المؤتمر وتحدث لبرنامج حديث روسيا عن المناسبة. أولا، كان مؤتمر بضم مجلس وزراء الشباب والرياضة الأوروبيين، وبضم كمان مندوبين المنظمات والهيئات الدولية مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية اللي بتتعاطى بشأن الشباب. كان الموضوع بيتعلق موضوع الشباب وكيفية التعاطي مع الشباب ومعالجة أمور شؤون الشباب بمختلف الجوانب، على مستوى العمالي، على مستوى البطالة، على مستوى الإدمان، مواجهة كل التحديات اللي بتواجه الشباب. هذا هو الشق كان بيتعلق، وأيضا يعني بيتضمن بند أساسي هو أنه أن تبدأ المعالجة مع الأطفال، يعني بدايات الشباب مش مع لما بيصيروا شباب. موضوع أخذ بحث عميق. أنا موضوعي إلى حد ما رحت بغير اتجاه بعد خلص المؤتمر. عملت جولة على المنشآت الرياضية، عملت بعض اللقاءات بموسكو كمان اللي بتتعلق بموضوع الرياضة بالتحديد، وشفنا بعض المنشآت والمؤسسات، واتفقنا على أنه نقوم بعدة زيارات، واتفقنا أيضا أنه نوقع اتفاق بروتوكول مع دولة روسيا الاتحادية بيتضمن عدة فقرات تتعلق بالشباب وبالرياضة، وركزنا على الرياضة. نحن حقيقة بلبنان ممكن نستفيد كثير من الموضوع الرياضي والشباب كذلك، بس بالموضوع الرياضي على الأقل في 5-6 ألعاب بتصور أنه نحن إذا تعاوننا مع الروس فيهن نعمل مستوى كثير جيد. واللي رح أقولهم أنا هم الملاكمة والمصارعة والجمباز وألعاب القوى والتنس وبعض الألعاب الأخرى اللي ممكن نستعين بمدربين من الاتحاد السوفيتي، وممكن نعمل دورات تدريبية ودورات إعداد سواء كان لمدربين أو لإعداد لاعبين بالمستقبل القريب. دولة عظيمة جدا، فيها عظمة بكل المجالات. الرياضة بالنسبة لهم الرياضة موضوع بيتصنع تصنيع منه ارتجالي، عندهم جامعات رياضية، يعني بياخذ الواحد ليسانس مش رياضة
بشكل عام بلعبة عندهم اختصاص كمان، يعني في شيء اسمه رياضة بشكل عام وعندهم اختصاص لكل لعبة بلعبتها، وفي جامعات وفي كليات بتتعاطى بالتشريع والقوانين الرياضية. بلد عمال بقول مثل ما قلت كثير مهم، بيستدعي انه نحن نستفيد منه وانه نحن فعلا نركز على موضوع العلاقات بين البلدين. اكيد معالي الوزير فيصل كرامي جاهز صار لانه عد مشروع الاتفاق ووقع اتفاق التعاون بالقريب العاجل، وبتقديري صار في تواصل عبر القنوات الرسمية للوصول الى ما يستفيد منه لبنان. وعن التعاون الذي أبدته الدولة الروسية مع الوفد اللبناني قال خيامي: طبعا كان في تعاون كثير كامل، وهني عندهم استعداد، عندهم استعداد كامل وجاهزين أكثر مننا. أنا بتقديري نحن مفترض أنه نكون شوي جاهزين، لأنه نحن اللي بدنا نستفيد، ما بعتقد أنه هني رح يستفيدوا مننا، لأنه نحن رح نستفيد، ومفترض أنه نستغل هذا الوقت لحتى نستفيد بالقدر الممكن. Был я в Севастополе, был я в Симферополе, и в Одессе тоже побывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал. Есть на свете девушки, что зовут невестами, только я люблю из них одну. С пепельными косами, с черными ресницами, в жизни мое счастье и мечту. С пепельными косами, с черными ресницами, в жизни мое счастье и мечту. Вот иду с работы я улицей знакомою, все меня приветствуют вокруг. Девушка любимая ждет с улыбкой нежною, старый тополь шепчет: здравствуй, друг. Девушка любимая ждет с улыбкой нежной, старый тополь шепчет: здравствуй, друг. Был я в Севастополе, был я в Симферополе, и в Одессе тоже побывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج، كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. استمعنا ضمن فقرتنا الفنية إلى أغنيتين للفرقة الشعبية الروسية الشهيرة التي انطلقت بقوة على ساحة الغناء الشعبي الروسية منذ تأسيسها في عام 1989، وعملت بقيادة الفنان جينادي زيكوف على تطوير ألحان الأغنية الشعبية التقليدية، وكذلك تطوير فنون الأداء خلال 12 سنة مثمرة من مسيرتها الفنية. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твоя?
твои глазки горят. Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну, где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно осень я не приду, любимая, к тебе? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? قدمت لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد رائف. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.